نار الفراخ البيضة والبيض والكتاكيت ليوم الأحد 30 أكتوبر 2022. الحمد لله، بشرى سارة بإذن الله كما توقعت الأسبوع اللي فات، أول نوفمبر بإذن الله انخفاض في أسعار البيض والدواجن والطيور. يا رب قولوا يا رب. بتمنى من حضراتكم ننزل نعمل لايك واشتراك علشان البشرى السارة الجميلة دي دعما منكم لقناتي أنا وحياتي. يعني في بورصة البيض النهاردة سجل البيض 71 جنيه، طبعا كان ب74 و75 و76. الفراخ الأمهات برضو نزلت في السعر، هنستعرضها بالتفصيل. طبعا أسعار الفراخ البيضة من 34 كانت 34 35 امبارح، الساس 44 كانت 44 45، الفراخ البلدي 51 كانت 51 52. معلش الانخفاض بسيط لكن بإذن الله أهون ما ترتفع، يعني أفضل ما ترتفع، قولوا يا رب. الفراخ الأمهات 20 كانت ب24، خليكم فاكرين. سعر الكتكوت الأبيض 3 جنيه، الكتكوت الساس 3 جنيه، كان 3 جنيه ونص، كان 3 وربع. سعر الكتكوت البلدي 4 ونص، سعر الكتكوت الروز 4.55، 4.75. هنخش على سعر البيض. سعر البيض ليوم 30 أكتوبر 2022 الأحد، البيض الأحمر سجل 74، البيض الأبيض سجل 71، البيض الأبيض كان من يومين ب74، البيض البلدي ب68 كان ب71. طبعا الأسعار مرتفعة، أنا معاكم طبعا في ارتفاع، بس لما ينزل جنيه واتنين أحسن ما يطلع، الناس ربنا أعلم بيها. قولوا معانا يا رب يرخي قوت المسلمين يا رب. شكرا ليكم، استعرضنا سريعا أسعار الفراخ والكتاكيت والبيض. بالله عليكم ما تنسوني بلايك واشتراك.